من ضمن الحاجات الايجابيات بقى في مباراه امبارح مثلا امام عاشور مع وليد سليمان، مع كابتن امام عاشور مع كابتن وليد سليمان، ان اتنين كانوا زعلانين من بعض او اتقال ان هم كانوا زعلانين من بعض. امبارح امام الاصغر طبعا راح للكابتن وليد سليمان اللي هو الاكبر سنا وسلم عليه وباسه وحضنه وما تزعلش وكلام محترم جدا. هو دي الحاجات الايجابيه. على فكره امام عاشور اعتذر كذا مره، كابتن امام عاشور يعني اعتذر كذا مره قبل كده، واعتذر على الهوا وطلع في برامج واتصل بوليد مباشره. ولكن اللي حضراتكم شايفينه ده هي دي الامور الايجابيه اللي لازم نتكلم عنها، هي دي الامور الجيده اللي ما بين اللاعبين، وهي دي اللي لازم توصل لكل الناس قد ايه ان هناك احترام ما بين اللاعبين. قد ممكن واحد يكون سخنان شويه فيقول كلمتين ولا حاجه، لكن في النهايه امام عاشور عرف ان هو غلطان مع كابتن وليد فراح للكابتن وليد واعتذر له. كابتن امام عاشور اعتذر لكابتن وليد سليمان، ودي حاجه محترمه جدا جدا. مثل هذه الامور لازم نوريها للناس، لازم نقول للناس ان في حاجات ايجابيه، زي ما هناك البعض بيحاول ان هو يحطك دايما في خانه التعصب وخانه الكلام السيء والكلام ده كله. لكن لا، الحقيقه لا، هذه المباراه فيها نواحي ايجابيه كثيره جدا من الناحيه الاخلاقيه ومن الناحيه الاخلاقيه ما بين اللاعبين. ما شفناش لعيب بيزق لعيب، ما شفناش لعيب بيسخن على لعيب، بيضرب لعيب، بيقول للعيب كذا ولا بيقول للعيب كذا.